أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قولهم إنا قتلنا معطوف على ما تقدم من الحيثيات، قلوبنا غلف بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة، وأيضا بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. المدهش هنا كلمة رسول الله، بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. كلمة رسول الله أهي من قولهم؟ يبقى قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ده تبقى تدل على اللدادة المطلقة. إما هما لو قالوا قتلوه بس كده، إنما قالوا رسول، كأنهم كانوا عارفين رسول الله وبيقتلوه، ده عملية صعبة دي أوي. أدي واحدة. أو أنها ليست من مقولهم الحقيقي وإنما من مقولهم التهكمي. من مقولهم التهكمي. زي ما يجي واحد مثلا عضل قوي وحمل أثقال ولا بتاع فتوة كده وبتاع، وبعدين يجي واحد يهزمه يقول لك يا انا اديني ضربت الفتوة بتاعها. الله، يبقى اذا رسول الله دي كلمة قالوها ايه؟ تهكما. او ان هذه من قول الحق سبحانه وتعالى مضموما الى قولهم ليبشر عملهم. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، لم يشأ الله أن يذكر المسيح عيسى بن مريم إلا مردوفا بقوله رسول الله عشان يفزع الإيه؟ هم ما قالوهاش، إنما ربنا اللي ما حبش يجيب كلمة عيسى بن مريم إلا وهي مردفة من رغم أنوفهم، رغم إيه؟ وخاصة أن الكلام في الناس بكفرهم وقولهم إنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فالله سبحانه وتعالى قال نسين إن عيسى بن مريم ده مين؟ ده رسول الله. وما كان الله ليرسل رسولا ليبين منهجه للناس ثم يسلط الناس على قتله قبل ما يؤدي المهمة بتاعته. بتبقى مسألة يعني، يبقى بيقول رسول الله ده عشان يبقى ايه؟ مقدمة يلتفت بها الذهن إلى أن هذا القول كذب، لانه ايه؟ رسول الله. وبعدين بعد ما يدهلنا بقى كده بالشكل ده يقول وما قتلوه وما صلبوه جثنا ليه. طب هم قالوا ايه؟ احنا قالوا اننا قتلنا المسيح وصلبناه، فكيف ينصب النفي من الله سبحانه على قوله ما قتلوه وما ايه صلبوه؟ كأنهم بمجرد انهم ظنوا انهم قتلوه قبل ان يتوجهوا الى فكرة الصلب اشاعوها، قالوا ايه؟ انا قتلنا ايه؟ المسيح عيسى ابن مريم. هم صلبوه بعدين، ما قتلوش على طول وخدوه صلبوه، صلبوه بعدين. فبمجرد ما القتل عملوا ايه؟ طاروا بها قبل ان يفكروا في عملية الايه؟ في عملية الصلب. فقطعها الله عليهم من اول الامر، قال لا قتلوه ولا صلبوه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. العملية بتاعت الميلاد حصلت فيها ضجة بكفرهم وقولهم على مريم ايه، وبعدين انهاء الحياة بتاعته بقالها ايه برضو ضجة. فكأن ضجة في الميلاد وضجة في الايه، في الوفاة، ضجتين الاثنين. اقتران الضجتين كده ببعض في العملية يدل على ان العقل يجب ان يكون له وحدة تفكيرية. فساعة ما يتكلم عن قضية الميلاد لازم يستشعر انها جاءت على غير سنن الوجود. فاذا قال اللهم ام بأكله ورفع منهم، وجت قضية مخالفة برضو للواقع، يقول له طب ما ابتدأت مخالفة، ابتدأت ايه؟ يبقى القسم من اوله ايه؟
عجيب. طب اشمعنا صدقنا انه يجي من غير اب؟ طب لما يجي ربنا بقى يقول في نهايه الحياه انا رفعته كده وخدته، اقف في دي ليه بقى؟ هو الاولانيه كانت معقوله؟ طب ما هي مش معقوله، يبقى اذا الافلل الاثنين عجائب ولا لا؟ يبقى كان يجب ان يفهم ان العجيبه الاولى في الميلاد يجب ان تكون تمهيدا الى انه دخل الوجود ودخل الحياه بامر عجيب. فإن حدثتم أنه خرج من الحياة ومن حس الحياة بأمر عجيب فلا تستعجبوا، لأن من بدأ بعجيب لا تتعجب أن ينتهي بعجيب. الحق سبحانه وتعالى حكم وقال ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له. كلمة شبه لهم ديا دليل على هوج المناولة للقدر. ما هو معنى شبه لهم يعني ألقي شبهه على ايه؟ على حد. دليل على ان المسألة كانت ايه؟ كانت غير طبيعية، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حزم التبين حاجة ايه؟ ونحن نعلم ان الحواريين والجماعة كانوا دايما يلفوا ايه؟ رصهم كده ويداروا ايه سماتهم فالقصة، ولكن شبه لهم يعني شبه لهم انهم ايه؟ قتلوا وانهم صلبوا. كلمة شبهة لهم ديا لازم تديني انني اعرف ايه الحكاية شبهة لهم دي ازاي. هو ده بقى اللي اختلطت فيها الروايات. فمن قائل انهم حينما طلبوا عيسى ابن مريم عشان يقتلوه دخل خوخة، الخوخة هي باب في باب، اظن دي معروفة، يبقى باب كبير او كده معمول عشان نطلع منه حاجات كبيرة، ولكن لما نكون عايزين ننفذ واحد ولا بتاع نعمل بتاع صغيرة كده علشان ما نفتحش الباب الكبير او دي اسمها ايه دي؟ خوخة. وفي حاجة تانية اسمها فوزنة، فوزنة اللي هي يعني فتحة في الايه؟ في السقف. فلما طلبوا عيسى دخل الايه؟ الخوخة دي. فلما دخل الخوخة جه واحد اسمه تطيانوس وراح دخل ايه؟ وراه. فلما سيدنا عيسى شاف الحكاية دي ألهمه الله أن ينظر من أعلى، فنظر فوجد شيئا ايه؟ يكتب يرفعه. هذه الصورة اللي ايه؟ فلما استغيب القوم تطيانوس خرج عليهم فقالوا الله الثاني فيه، ان كان هذا تطيانوس فاين عيسى، وان كان هذا عيسى فاين تطيانوس. الله، يبقى لازم اختلف عليهم تطيانوس ده عيسى، يبقى ربنا القى شبه مين؟ شبه عيسى على مين؟ تطيانوس. ادي شبه ايه؟ شبه له. او ان عيسى، ادي رواية، او ان عيسى عليه السلام حينما دخلوا عليه كان معه الحواريون، قال عيسى للحواريين ايكم يلقى شبهي عليه وله الجنة. الله، يجي واحد يقول لك الله بقى حاجين لموت يحذفوا على واحد تاني، اصل التاني ملوش رسالة يكملها، انما دول رسالة هيكملها وده هيروح له الجنة. طب هو عايز ايه من حياته الا انه راح الجنة دي؟ يبقى قدم له خدمة ولا لا؟ فقبل واحد من الحواريين يسموه، قالوا عليه ان اسمه شرخس، فالقي شبهه ايه عليه فقتلوا مين؟ شرخس. القي شبه عيسى على شرخس فايه؟ فقتلوا. وقالوا انه حينما قالوا له ان رفع، لو حكاية رفع ديا راحت لبقية اليهود يأمنوا به بقى ولا لا، ويجوا للي عملوا فيه العملية دي. فراحوا جايبين واحد وايه وقتلينه، وألقي على الواحد ده شبهه، واحنا قتلنا عيسى.
او هو واحد ممن باع عيسى له. ولكن لما رأى المنظر وانهم داخلين على عيسى ملفوفين كده وهم قاعدين، فقالوا ايكم عيسى؟ فالذي وشى به عندهم استيقظت ملكة التوبة في نفسه وقال بقى انا اخون الرسول وانا اعمل كذا وانا والله لا قايل انا عيسى عشان يقتلوني وتخلص الحكاية. فقال لهم انا عيسى. لم يتصوروا ان انسان يجيب على قولهم من عيسى ويقول انا لانه عارفهم هيتقتل، فمش عايز تثبت دي بقى، مش عايز ايه، لان مين اللي هيتطوع كده يقول انا عيسى ولا انا ما تم. او ان واحدا باع المسألة وقالوا بثلاثين دينار وقال لهم ده انا حدلكوا عليه. او المهم روايات دي كلها احنا ملناش يعني اهتمام بها قوي، المهم انهم قالوا قتلوه وانهم قالوا صلبوه، وقرآننا الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما قتلوه وما صلبوه. الحكاية حدثت ازاي؟ ربنا قال احنا رفعناه، خلاص انتهت المسألة. انا باخد الجزئيات الدينية الاول، فان صدقتها امنت بمنزلها ولا امنت بمنزلها اولا فصدقت لان امن. خلاص هو قال كده انتهت المسألة. البحث في المسألة السنة دي لا ايه لا يعنينا في شيء، ويكفي ان الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما ايه صلبوه، وبعد ذلك بين ان المسألة كانت ايه ما فيها اي شيء، ما فيهاش تثبت بياني، ان قال لكن شبه له. ودي في حادثة زي دي تبقى مختلط فيها الامور ولا لا؟ ده حادثة بتحدث والدنيا كلها موجودة والاعين كلها مفتحة، ولاش في اوضة ولاش في حتة مستورة، ومع ذلك تختلف فيها الروايات وبيبقى فيه تصوير وتسجيلات، وبرضه يقول لك لا وده حصل كذا وده حصل كذا، لا انت ما شفتوش وهو مرمي مش عارف ده فلان كان فوقه. شغلانة معناها حادثة ايه مسجلة ومعلنة وحتى عصرناها، ومع ذلك اختلفت الايه الرواية. فحتى زي دي قبل وجود الاحتياطات اللي معمولة دي لازم تضطرب فيها الاراء ولا لا؟ لازم تضطرب فيها الايه الاراء. ويكفي ان الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه. يبقى اذا الحادثة انهاء حياة عيسى على الارض ليس لها الا هذه انهم قالوا قتلوه وصلبوه، وربنا قال ما قتلوه وما صلبوه. يبقى باقي ولا مش باقي؟ طب ما جابش لنا حكاية انه مات، ما جابش لنا حكاية ايه انه مات. يبقى بقي الامر على اصل ما وردت به الاحاديث في ان الله سبحانه وتعالى ايه رفعه. ولا نستبعد هذا ما دمنا مسلمين، ما نستبعدش ان يكون الحق قد رفعه الى السماء، لان المبدأ لوجود بشر في السماء ثبت لرسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا حدثنا انه عرج به الى السماء وانه طلع وقعد مدة هناك وقال ومش حصل. اذا فمبدأ وجود بشر من الارض لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية ان يصغل الى السماء، امر وارد ولا مش وارد؟ الخلاف ايه في المدة، والمدة ما تنقضش مبدأ، قعد دقيقتين قعد عشرة، المهم انه هو فوق ولا لا، تنفس ولا لا، ومرعت عليه مدة ولا لا. المدة ان كانت شهر زي ما تكون ساعة زي ما تكون يوم زي ما تكون سنتين زي ما تكون الى اخر، ملناش مطلع. فان كان واحد يحاول انه يشكك في المسألة دي نيجي نقول له يا سيد كل امر قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا. ما يجيبوش كده نص كده بحيث ان يعني يوقف العقل امام كده. فان قبله العقل قبله، وان لم يقبله وجدت له ايه مندوحة، لانه امر ما يتعلقش بصلب العقيدة. هل ان انسانا قال ان عيسى ما رفعش ومات، ما الذي زاد من العقائد او الاحكام عليه؟ هب ان واحد قال لا ما حصلش، ايه اللي زاد؟ يبقى امر ليه لا يضر في العقيدة ولا ايه؟ ايه يعني المسألة؟
يوم الامر الذي قد تقف فيه العقول يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا رحمة بالمكلفين. الاسراء والمعراج، الاسراء نص الله عليه ايه؟ سبحان الذي اسرى، في كلام فيه دي لكن المعراج ما قالش وسبحان الذي عرج برسوله عروبا. ليه؟ لان اصل الاسراء آية ارضية، آية ايه؟ ارضية. اتنقل من مكة لمين؟ لبيت المقدس، وبيت المقدس ما راحوش هو ابدا، بدليل انه قالوا طب وصفه، فلو كانوا عارفين انه راحوا ما كانوش يقولوا ايه وصفه، يبقى واثقين انه ما راحوش. وفيه في السكة يعني القبائل شافته واقام الدليل، يبقى آية ارضية من الممكن ان يقام عليها الدليل. سب بيت المقدس فوصفه ولم يذهب ابدا اليه، تبت اللي في الطريق قبلوه وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وجاءت القوافل مثبتة صدق الايام، يبقى آية ارضية امكن ان يدل عليها فجابها صريحة، سبحان الذي اسرى بعبده. مش كده؟ لكن المعراج مين اللي طلع للسماء بقى عشان نبقى مين؟ طب اوصف لنا صدرة المنتهى. طب هم شافوا صدرة المنتهى دي ايه حقيقة؟ طب في الطريق هيقابلوا مين؟ يبقى الايات التي قد يقف فيها العقل يتناولها القرآن تناولا موسعا رحمة للعقول. ليه؟ لأننا اعتقدت دي جايز، ما اعتقدت دي جايز ما تضرش في أصل الايه؟ في أصل العقيدة، ولا في أصول الايه؟ ولا في أصول الايه؟ التكليفات. مدارها التصديق، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوض من الله بأن يدينا أحكام، ألا يفوض بأن يعطينا أخبار؟ هو فوضنا بأن يعطينا أحكام، إن عملنا بها أصبنا، وما عملناها نعاقب. مش كده؟ بقى ما يفوضوش في إنه يقول لنا شوية أخبار، يقول يوشك أن ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويكسر الخنزير. أهو قال كده، وقال كده في كتاب صحيح البخاري. ده كلام كده يجي يقول لك طيب امال الايات اللي يعني بنشوفها كده، يعني احنا ما بنملش من الحديث في هذه المساله، لانني لا اريد ان توجد قضيه عقديه بالنسبه للمسلمين خاصه وتقف في ايه؟ في رؤوسه. يقول لك يا اخي ده قال اني متوفيك ورافعك الي. متوفيك، احنا شرحنا الحته دي شرح واف، قلنا اني متوفيك ورافعك الي، هنا العطف بايه؟ بالواو. مش كده؟ متوفيك ورافعك. من قال ان الواو تقتضي الترتيب؟ الواو تقتضي الجمع بس، جاءني زيد وعمر، جم ويا بعض جايز، جه زيد الاول جايز، جه عمر الاول. انا ما قلتش جاءني زيد فعمر، لو قلت جاءني زيد فعمر يبقى زيد الايه، لكن لما اقول لك جاءني زارني زيد وعمر يقوموا يا بعض يصح، زيد جه الاول يصح، عمرو جه الاول يصح، يبقى الواو لايه؟ اسمها لمطلق الجمع، انهم اشتركوا في المجيء ليا بس، انما كيفيه ما لناش دعوه بها. طيب لا، بقول ايه؟ اني متوفيك ورافعك، يبقى لا يدل على ان التوفي ايه؟ قبل الرفع، مش نص. ليه؟ أم قال لأن ربنا لما يجي في القرآن نفسه ويقول آيات تدل على هذا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك، منك يعني مين؟ ومن نوح. منك ومن مين؟ ومن نوح. تبقى ارتضى الترتيب دي. طب نوح فين وسيدنا فين؟ ده دي بعد مدة. يبقى إذن الواو ما تقتضيش الايه؟ طب ايه وانما جاب التوفي ليه؟ ام قال لك علشان يشعره بان هو مش مرفوع دايما، لا ده الوفاء امر مقطوع به، هيتوفى هيتوفى. يبقى الرفع دي عمليه مرحليه، انما هيتوفى هي ايه؟ او اني متوفيك كما تقول. قلنا زمان انك اذا كان لك دين عند واحد يقول ايه؟ الم تعلم اني استوفيت ديني كله من فلان؟ يبقى معناه ايه كلمة استوفيت ديني كله من فلان؟ انا خدته كله ولا لا؟ يعني خدته ايه؟ كله كامل. يبقى ده مظنة، كان مظنة انه ايه؟ انه يماطل في شوية، قال لك استوفيت ديني. استوفيت ديني يعني خدت ايه؟ توفيت ديني من فلان، يعني خدته ايه؟ كاملا. تعال بقى
الانسان منا مخلوق لله مادة وفي قلبها روح كده. لما ربنا يريد ان ينهي حياته يقبضه بدون سبب في البنية يموت كده حتى امر. ولما يحيي واحد يضربه على دماغه خبطة يموت ولا لا؟ هو يموت لان الروح ما تحلش في جسم في عصب الله. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى يقول انا اخدك الي وارفعك مستوفيا ما فيش فيك نقص. يعني بنيتك مش هتهدم، شيء من بنيتك يهدم؟ لا، انا هاخدك كده ايه كامل. يبقى يموت طبيعي ولا لا؟ يموت ايه؟ يموت يبقى متوفيك اخذك كاملا. واخذه كاملا يدل على ان بنيته لا تنقض بقتل ابدا، لان الذي يموت بالقتل يبقى نقبل البنية اولا وبعدين يموت ونقبت بنيته فمات. ولذلك قلنا يجب ان تفرقوا بين القتل والموت، بين القتل والموت. الموت يؤخذ حتف انفه كده يعني من غير ايه، انما القتل تهدم الايه البنية فالروح تزهق. كلام كويس كده؟ بدليل ان الحق قال في كتابه الكريم افإن مات او قتل، افإن مات او قتل، يبقى الموت مقابله ايه؟ القتل. فكأنهم قالوا ما قالوا ان احنا قتلناه وهو قال ما قتلوه، يعني ما نقضوا بنيته. ما دام ما نقضش بنيته يقول له انت انا هرفعك الي كامل، ما حدش يقدر يعمل فيك ايه؟ ما حدش يقدر يعمل فيك حاجه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. من اللي بيقول؟ ربنا بيقول تيقنوا أو ما قتلوه متيقنين أنهم قتلوه ولكن شكوا. هو اللي انقتل في طيانوس ولا اللي انقتل سرقس ولا اللي انقتل، اختلفوا في الحكايه دي. احنا قلنا ان زمان ان النسب، معنى النسب يعني تنسب حاجه لحاجه او تسند حاجه لحاجه. ما تقول مثلا ذاكر محمد، ذاكر ده حدث نسبته لمين؟ لمحمد، يبقى اسمها نسبه. بس الارض كره، يبقى نسبت للارض ايه؟ انها كره، يبقى اسمها ايه؟ نسبه. قلنا النسب دي بتيجي عليها ستة أشياء، يا إما علم يا إما جهل يا إما شك يا إما ظن يا إما وهم. كل دي بتطرى على النسب. نسب مش متيقن إنها حدثت، مشكوك فيها، يعني إيه؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ إن تساوى الأمران يبقى ده اسمه إيه؟ شك. وان ترجح امر على امر يبقى ده ظن. يبقى ده ايه؟ يبقى الظن نسبة راجحة والشك نسبة متأرجحة. قد بعضه. طب والوه نسبة مرجوحة، ما دام الظن نسبة راجحة انها حدث يبقى مقابلها ايه؟ الوه. الشك الاثنين ايه؟ العلم بقى ده نسبة متيقنة مقطوع بها وواقعة وتقدر تقيم عليها دليل وتقدر تقيم عليها. يبقى اذا العلم نسبه واقعه وانت معتقدها تمام وهي واقعه وتقدر تقيم عليها الدليل. طب ان كانت واقعه ومتيقنه ولا تقدرش تقيم عليها دليل؟ اما قال لك انا بقلد بقى العيل الصغير لما بنعلمه قل هو الله احد يقدر يدلل على ان الله احد؟ انما بيقلد مين؟ بيقلد ابوه، بيقلد امه، بيقلد استاذه. يبقى النسبه واقعه ولا مش واقعه؟ الله احد، الله احد. متيقنة ولا مش متيقنة؟ متيقنة. إنما يقدر يقيم عليها دليل الولد يبقى ده اسمه إيه؟ تقليد. فإن استطاع أن يقيم عليها الدليل تبقى دي العلم بقى. يبقى العلم عايز كم حاجة؟ نسبة واقعة ومعتقد عندي وأقيم عليها دليل، يبقى ده هو العلم بقى. غير كده إن كانت النسبة واقعة ولا أقدرش أقيم عليها دليل يبقى ده اسمه تقليد، أنت بتقلد. إن كانت النسبة غير واقعة وأنت بتقول إنها واقعة يعني الخلاف يبقى ده الجهل بقى. تبقى الجهل أن تعلم ولا أن تعلم قضية مخالفة للواقع؟ يبقى مش الجهل أن لا تعلم، الأمية أن لا تعلم.
لانك تبقى سواء. انما الجاهل عارف قضيه ايه؟ قضيه مخالفه، يبقى عايز عمليتين اثنين. العمليه الاولى اننا ننزع الباطل منه ونديله الايه. ولذلك الجهلاء هم اللي بيتعبوا ولا لا؟ هم اللي بيتعبوا. انما الام يتعب، الام ذهنه فارغ، تقول له الحكايه مش عارفها صحيح، انما تقول له على انتهت. انما دوك عارف ايه؟ عايز عارف قضيه مخالفه للواقع، تقوم انت تعدلها له، تعدلها له. يبقى الجهل هو اللي بايه؟ هو اللي بيتعب. فانا هنا جايب نسبتين ومقابلهم لبعض. اللي بيقعد بقى يفتش في القران يقول لك الله، طب يا اخوان ما قتلوه ما صاروا، ولكن في الدهله وان الذين اختلفوا فيه، طيب هو ولا مش هو، قتل ولا ما قتلش، طيب لا في شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. جاب الشك وجاب مين؟ طب احنا قلنا الشك تساوي الرضا والظن مرجوح. أم قال لك ما هي أول الأمر ما بيجي يجي شك، يا ترى يا ترى، بعدين يترجح إن حاجة حصل، يوم تبتدئ شكا ثم تنتهي إيه؟ وقد تنتهي بعد ذلك إلى علم يقيني. نعم. أوعى واحد يضحك عليه يقول لك إيه القرآن النسب عنده يعني سهل أوي، ده الشك للظن شغلانة دي. وإنهم لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الإيه؟ الظن. وما قتلوه يقينا، ما قتلوه قتلا محققا عندهم، ولا الله ينفي انه ما قتل، واسمع الكلمه دي على انها حق ايه؟ يقيني. واليقين ده هو الامر اللي ايه؟ الثابت الذي لا يتغير، ثابت. احنا كنا قلنا زمان اليقين هو الامر الذي تتيقنه بحيث لا يطفو الى الذهن لمناقشه من جديد. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ يقين. وقلنا ان له مراحل. يا ترى اليقين ده ناشئ عن علم ولا عن عين ولا عن حقيقه؟ ايه الفرق بينهم؟ علم اسمه علم اليقين، مش كده؟ في عين اسمه عين اليقين، انتوا بتقروا قران طبعا، علم اليقين وعين الايه، وفي حق الايه، حق اليقين. يبقى وردت في اليقين كم حاجة؟ ثلاث. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. انما كله يقين ولا لا؟ قال اول واحد بيتكلمه قال لك ده نيويورك دي بلد على كام جزيرة وسكانها كذا ومساحتها ضيقة، عملتهم خلوهم يعملوا فيها ناطحات سحاب للي ما شافش نيويورك، انما اخبره منها من لا يتوتر على الكذب. يبقى بقى علم عندي ولا لا؟ وعلم متيقن ولا لا؟ لان المعسكرات كلها اتفقت على الحكايه دي، والناس اللي راحهم او شافوها او جابوا صورها، تبقى علم يقين ولا لا؟ اسمه علم اذا اخبرك من تثق به، يبقى ده اسمه علم ايه؟ يقين، لا يتوطؤون على الكذب. طيب على الاول، فاذا جه واحد قال لي يا شيخ تعالى بقى اما اوريك ايه نيويورك دي اللي انت مش مصدق انها فيها ناطحات سحاب وكذا دور ومش عارف ايه، وخدني الطياره كده وايه وهبط بقى شويه، وقال لي شوف ايه نيويورك. يبقى بعد ما كانت علما بقت عينا، اسمه عين ايه دي؟ عين اليقين. جه واحد تاني بقى راح منزلني في نيويورك وخلاني بقى اجري هنا واروح امبير ستيت دي ولا اسمها ايه، واروح هنا واروح هنا واروح تمثال الحريه، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ يبقى اسمى انواع اليقين هو ايه؟ حق اليقين.